بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم دائما في إطار التوجيه المدرسي بالنسبة لتلاميذ وتلميذات الثالثة إعدادي. اليوم سأتكلم على المؤهلات الدراسية، المؤهلات الشخصية، المواد الدراسية، المعاملات، الآفاق الدراسية والمهنية للجذع المشترك، الآداب والعلوم الإنسانية. دائما الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اللي كيعجبو المحتوى اللي كنقدم يشترك في القناة ويفعل زر الجرس لكي يصله كل جديد، وشكرا. إذن إمكانية التوجيه بعد الثالثة إعدادي، يمكن للتلميذ أو التلميذة الترشح للجذع المشترك العلمي، جذع الآداب والعلوم الإنسانية، جذع التعليم الأصيل، جذع التكنولوجي، والجذع المشترك المهني. اليوم سنتكلم على الجذع المشترك الآداب والعلوم الإنسانية. قوموا معايا باش نعرفوا كل التفاصيل حول جذع الآداب والعلوم الإنسانية. إذن بالنسبة لأهداف الدراسة، أولا تمكين التلميذ من مهارات في مجال النقد والتحليل. أن التلميذ كيكتسب واحد المهارات مهمة فاين في النقد والتحليل. الهدف الثاني تقوية قدرات التواصل كتابيا وشفويا لدى التلميذ. التلميذ كيولي عنده قدرات للتواصل كتابيا وشفويا. الهدف الثالث تنمية الرصيد اللغوي والأدبي لدى التلميذ. إذن خلال دراستك لجذع المشترك الآداب والعلوم الإنسانية، يعني توجه الآداب والعلوم الإنسانية، ستتمكن من تنمية الرصيد اللغوي والأدبي. رابعا تمكين التلميذ من صقل المواهب الفنية والإبداعية لديه. يعني من خلال هذا التوجه يمكنك صقل مواهبك الفنية والإبداعية. إذن هذه هي أهداف الدراسة بالجذع المشترك الآداب والعلوم الإنسانية. الآن المؤهلات الدراسية، مستوى جيد ونتائج جيدة في المواد التالية: أولا اللغة العربية، ثانيا اللغة الفرنسية، ثالثا الاجتماعيات، ورابعا مادة التربية الإسلامية. إذن هذه الأربعة ديال المواد هما قاعدة الجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية. يعني إذا بغيتي تمشي في هذا التوجه ديال الآداب والعلوم الإنسانية، خصك تكون كتجيب مزيان وكتجيب نتائج مميزة وجيدة في هاد الأربعة ديال المواد: اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الاجتماعيات، والتربية الإسلامية. الآن المؤهلات الشخصية: أولا ميول للعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، أنك تكون عندك ميول لهذه العلوم الإنسانية إلى غير ذلك. ثانيا يسر في التواصل الكتابي والشفهي، أنك تكون قادر تتواصل كتابيا وشفهيا، يعني ما يكونش عندك مشكل في هذه المسألة هذه. ثالثا قابلية لتعلم اللغات، أنك تكون قادر وتكون عندك الرغبة باش تتعلم لغات جديدة، اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية إلى غير ذلك. رابعا وأخيرا حب المطالعة والاهتمام بالميادين الأدبية والفنية والثقافية. بالنسبة للنقطة الرابعة، المغزى منها هو أنه تكون أصلا كيعجبك تقرأ مثلا الروايات الأدبية والفنية والثقافية، المجلات اللي كتهضر على الأدب إلى غير ذلك. إذن يكون عندك إلمام بهذا المجال. إذن هذو هما المؤهلات الشخصية: ميول للعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، ثانيا يسر في التواصل الكتابي والشفهي، ثالثا قابلية لتعلم لغات، وأخيرا حب المطالعة والاهتمام بالميادين الأدبية والفنية والثقافية. الآن المواد الدراسية والمعاملات. مواد دراسية كاين اللغة الفرنسية، اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا، المعامل 4، وكاين اللغة الإنجليزية، المعامل 3. كاين الفلسفة، المعلومية، التربية البدنية والرياضة، المعامل 2، المواظبة والسلوك، المعامل 1. عندنا التربية الإسلامية، التربية الفنية، الرياضيات، علوم الحياة والأرض، كاملين المعامل 2. إذن بالنسبة للجذع المشترك الأداب والعلوم الإنسانية، يمكنك التوجه لشعبة الأداب والعلوم الإنسانية، مسلك اللغة العربية، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، شعبة الفنون التطبيقية. إذن هادو أربعة ديال التوجهات اللي ممكن تديرهم انطلاقا من جذع المشترك الأداب والعلوم الإنسانية. يعني يمكن لك تديرهم في السنة الأولى من سلك البكالوريا وتمشي في المسار الدراسي ديالك.
الآن بعض الآفاق المهنية للجذع المشترك الآداب والعلوم الإنسانية. أولا التدريس، إذا تدريس مواد الأدبية، اللغة العربية، التربية الإسلامية إلى غير ذلك من التوجهات الأدبية. القضاء ممكن تمشي للقضاء تكون قاضي، المحاماة تكون محامي، الإعلام يعني تمشي وسائل الاتصال والإعلام، المساعدة الاجتماعية، الترجمة، التوثيق، التنشيط المسرحي والثقافي، الدرك، الميدان العسكري، الشرطة والتمريض. إذا التمريض كذلك يمكن لك التجه له انطلاقا من الجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية. إذا هادو هما بعض الآفاق المهنية لهذا الجذع المشترك، وهذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى انكم تزيدوا تتفاعلوا مع فيديوهات قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.